بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. ما زلنا في الأخطاء والمكروهات أو البدع التي استحدثها الناس في الصلاة أو في هيئة الصلاة، وليس لها أصل في السنة. قلنا لما ترفع من الركوع لازم تقول: اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ملء السماوات الأرض وما بينها وملء ما شئت. كثير من الناس يضيع هذا الذكر العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد 32 ملكا يبتدرونها: ايها يكتبها اولا، ايهم يكتبها اولا، اكتبها اولا. ثم صعدوا الى رب العالمين، قالوا: ان عبدا لك قال مقوله لا نعرف كيف نكتبها، فقال: اكتبوها كما قال عبدي حتى يوافيني بها فاجازيه بها. فحتى الائمه كثير منهم لا يقول حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ملء السماوات والارض ما بينهم. يقول لك اسمع، خف على الناس، وبعضهم لا يعرف. هو مش بيخفف على الناس، انت بتترك السنن. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخفف. الصحابي رضي الله عنه قال: ما رايت احدا اخف صلاه ولا اتم من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاه بتكون زي ما تكون خفيفه، بس تكون تامه. الصحابي قال الذكر ده بقى بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده. قال: اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ملء السماوات والارض ما بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه. من قال من... يبقى اذا كان فيه يبقى الرسول اذا الرسول كان واقف، ما كانش لسه سجد. فبعض الناس بتظن ان كلمه من امن الناس فليخفف، ان فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجه، معناه ان هو يترك السنن ويكروت الصلاه ويصلي في الصلاه. لا، مش ده معنى كده. الصلاه لها سنن ومستحبات ومندوبات، لكن ان تعمل بالكامل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الحديث ده، صلى في صلاه المغرب بصوت الروم، سورة الروم كلها 6 صفحات. وسيدنا أبو بكر ما كانش عارف الحديث، ما عارف، وصلى بسورة البقرة كلها. وسيدنا عمر كان بيصلي سورة الفجر بسورة يوسف كلها من أول لآخر. هتقول لي يا عم دول صحابة وأنا أقول إحنا ما بنقولش إن الناس تعمل كده. لازم الصلاة يعني صلاة الفجر إزاي لازم تبقى بربع، بعد ما سجد بتصلي بربعين. ما تقولش الواحد صلى بربع ولا صحيحتين ولا 3 صفحات، أنت طولت. ما تقولش واحد بيأدي بيعمل السنن ويكسر من التسبيح في أثناء السجود والدعاء، تقول أنت طولت. بالعكس، اكسره من الدعاء. اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، فاكسره من الدعاء، فقابل ان يستجاب لكم. دي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اكسره من الدعاء. يبقى مش هتسبح بس، ده انت هتكسر من الدعاء، بس الصلاه هيكون طويل شويه. يقول لك لا، الامام ده بيطول. هذا كلمه الناس بتفهم هذا الحديث خطا. فادي اول حاجه، لما ترفع لو قلنا ترفع سمع الله ربنا لك الحمد، ما تقولش حاجه، لا ما تقولش كلمه الشكر. الشكر ليست وارده، اللهم لك الحمد بس، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي. بعدين الرفع يكون كده، ترفع ايديك كده او كده. بعض الناس بيعمل ايديه كده، احنا قلنا ده غلط، السنه كده. بعدين عندما تهوي للسجود تمكن الانف من الارض. لا صلاه لمن لمس انفه الارض. بعض الناس بيمكن الوجه او الجبهه بس الانف ما بتلمسش الارض. بين السجدتين قلنا لازم تحسن السجده بين السجدتين، لانك لو ضيعت الاستراحه بين السجدتين، بعض الناس يسجد السجده الاولانيه كده بيجي يرفع وعامل كده ويرجع تاني. لو ما رجعتش حتى تطمئن ويعود كله مفصلا الى مكانه، وقعدت شويه كده وقلت الرسول كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وارفعني ولا تضعني. كل هذا الدعاء كان يقال بين السجدتين. طبعا كثير من الناس ضيع هذه السنه العظيمه، السنه العظيمه. الرسول كان بيدعو بين السجدتين. يبقى بتسجد السجده الاولى وترجع تستريح تستقيم حتى يعود كل مفصل الى مكانه، ثم تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وارفعني وعافني واعف عني وارفعني ولا تضعني. يستحب في بعض الاحيان ان انت تشب على رجليك بين السجدتين. اسمها القعاء. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن هذه، قال: هذه سنه نبيكم، ولكن لا تفعلها ابدا في التشهد الاخير او التشهد الاوسط. بعض الناس يشب على رجليه يقعد هو في التشهد الاخير او التشهد الاوسط. هذا ايقاع اسمه ايقاع الكلب. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان نتشبه بالحيوانات ونحن نصلي. فما تفترش افتراش السبع، ما تخليش المرفق بتاعك يبقى على الارض، لازم ايد بس اللي تبقى على الارض والمرفق يبقى فوق، وما تاذيش جارك انك انت توجه المرفق له في صدره وهو بيصلي. ايديك لازم تبقى مضمومه لما تصلي لوحدك، فرق بين الذراعين كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض ابطيه. اما في الصلاه بعض الناس يفرق بين الذراعين،
ظن منه انه يطبق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يؤذي جاره ليصلي بجانبه ويضع المرفق في صدره. من السنن ايضا رفع الصوت في قول امين. بعض الناس ما يرفعش صوته في امين او ما يقولش امين خالص، يعني المفروض انك ترفع صوتك وتمد فيه، لان من وافق امين وتاميم الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض الناس ما بيجي يسجد بيرتم ركبه بالارض، يعني ينزل يهوي فترتقم الركب بالارض، هذا ليس من السنه كما قلنا. وايضا ما تيجي ترفع بعد التشهد الاوسط، بعض الناس غالبا بيقول الله اكبر يروح رافع ايديه وهو قاعد، ليس من السنه ابدا. تقوم تقف الاول كما قال عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع كان لا يرفع له بالتكبير الا بعد الوقوف. مفيش واحد وقاعد لسه قاعد في التشهد الاوسط يروح رافع ايديه قايل الله، لم يقول الله اكبر قايل الله اكبر رافع ايديه، لا، ما تقوم بعد ما تقوم ارفع. ايضا بعض الناس لما بيجي يهوي للسجود يسبق الامام، بمعنى الامام عايز يقول الله اكبر لسه ما مش الامام مش هيقول الله اكبر الا عندما يقترب من الارض، فبينزل وهو ساكت لغايه ما يقترب من الارض يقول الله اكبر. تروح الناس عامله ايه؟ بعض الناس تروح نازله ولسه الامام ما قالش الله اكبر. بتنزل ازاي؟ امال فايده الله اكبر ايه؟ الله اكبر هي الانتقال من هيئه الى هيئه، من هيئه الركوع الى هيئه السجود. لا يجوز لك ان تسجد الا بعد ان يقول الامام الله اكبر. قالها هو لسه نازل، قالها في النص، قالها بعد ما يوصل الارض، هو حر. لازم يكون في فتره بين الامام والمأموم. بعض الناس تلاقيه يعمل كده يتحرك، والامام لسه يعني لسه بيسجد، الامام لسه حتى ما قالش الله اكبر ابتدى عشان يسجد. يروح حاني راسه كده واستعدادا للسجود، بس الامام ما قالش الله اكبر. تحني راسك ليه؟ تحرك ليه؟ وبعض الناس اول ما الامام بيبتدي يروح ساجد يروح ساجد معاه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مساواه الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. فلا ترك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للاصحاب فلا تركعوا حتى اركع ولا تسجدوا حتى اسجد. فانت اعتمد على الاذن. بعد ما الامام ينتهي من كلمه الله اكبر، ينتهي، مش لسه يقول الله اكبر، مش لسه بيقول الله تروح انت ساجد معاه او راكع معاه، لا، ده بعد ما يخلص كلمه الله اكبر تتحرك. لكن تلاقي ناس كثيره الامام هيبتدي يسجد وعمال يعمل كده، يمزي الامام يروح نازل معاه، ما بيستناش لما الامام يقول الله اكبر. بدعه مذمومه، ليس من السنه ابدا هذه الافعال. وطبعا من وانت لما ترفع من السجود وانت واقف، اوعى تبص فوق، لو النظر يكون في الارض عشان تقي نفسك انك انت تلاقي واحد بيصلي وعمال يعمل كده. بص كده عشان ما تفتتنش بالناس اللي رايحه جايه وتسرق منك الصلاه. فاللفته الوحيده لفته كده بس. الرسول عشان قال شر السارقين السارق في صلاته، دي حاجات بيسترقها الشيطان من صلاتك، يفسد صلاتك عليك. فعينك تبقى في الارض، مش قاعد بص قدامه والناس والراس رايحه جايه، وتعمل بعينك كده راح جاي. بعض الماء كره اغماض العينين، بس كان اغماض العينين عشان الخشوع، حاول تغمض ما تغمضش عينك على طول، كنت عايز تخشع. فبعض الماء كره اغماض العينين، وقلنا لما تقول اللهم لك الحمد ما تعملش بايدك كده. بعض الناس سمع الله لمن حمده، يروح للمأموم عامل ازاي؟ اللهم لك الحمد، ليس من السنه. اللهم لك الحمد كده هذا ثناء عن رب العالمين وليس دعاء، فلا يجوز لك ان ترفع يدك كده، هذه بدعه ليس لها اصل. كذلك التكبير، احنا قلنا لما تكبر، لما الامام يكبر تكبر انت في السر. بعض الناس في الصف يروح الله اكبر وكل الصف يسمع، وليس من السنه التنطيط في التكبير. ساعات الامام يقول الله اكبر، كلمه الله ليس فيها مد وليس فيها مط، وفي ميكروفون دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته اللي كانوا يفعلون ذلك على الرغم من ان ما كانش عندهم مجهر، دلوقتي عندنا تنط ليه؟ مش من السنه كلمه الله اكبر، الله اكبر بس. وزي ما قلنا وانت ساجد الايدين تبقى عامله كده، مش متجهه للقبله، الاصابع لازم تبقى مضمومه. زي ما انت بترفع ايديك كده
لازم الرفع يبقى كده والاصابع تبقى مضمونه، ما حدش يعمل كده كده وكده او كده مش كده، وانت ساجد الايدين كده متجهه للقبله والاصابع تبقى مضمونه ما تبقاش مفتوحه وتبقى متجهه للقبله، والقدمين لازم يكونوا متقين للقبله كده، ما تبقاش عاملين كده. لو انتوا عاملين كده حاول تثبت نفسك. اذا كان في اعوجاج في الساقين او في القدمين بعد كثير من الناس يعاني، بس قدر المستطاع حاول تخلي القدمين عاملين كده مش كده. وزي ما قلنا تتوسط في فتح القدمين، ما تفتحش رجليك قوي ولا تضمهم قوي عشان ما تاذيش جارك اللي جنب منك. رايت 17 صحابيا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم توسطون في فتح قدمين، يعني يفتحها على الاخر ولا يضمها على الاخر. ضمتها على الاخر هيبقى في فجوه بينك واللي جنبك والشيطان يتسلل منها، فتحتها على الاخر هتاذي جارك اللي جنب منك وتاخد مكان واحد في الصف. ما تفتحش رجلك قوي، توسط في فتح القدمين عشان ما تاذيش جارك اللي جنبك. وانت ساجد بعد في التشهد الاوسط ما تطولش فيه، من السنه انك تخلصه بسرعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا التشهد الاوسط كانه يجلس على الرطف، اي حجاره محماه. في التسليم ما يجي تسلم قلنا هات الفاتحه، سوره الفاتحه الايات تفصلها عن بعض، الحمد لله رب العالمين تسكت، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ربنا بيرد عليك حمدني عبدي اثنى علي عبدي مجدني عبدي ذاك بيني وبين عبدي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يقول عبدي ما اسال يباهي بنا الملائكه. فازاي تاخد الفاتحه كلها في نفس واحد؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لازم تمد الحمد لله رب العالمين تسكت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تسكت. هذه قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا أم سلمة كانت تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل آيتين بعضهم البعض قط، ما رأيت رسول الله وصل آيتين قط، عمره وصل آيتين ببعض. ده بكم بقى في الفتحة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا حديث قدسي قسمت الصلاة بين إبان عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال رب العالمين للملائكة حميداني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، ربنا بيرد عليك في كل آية. طب أنت تقاطع رب العالمين وتاخد صورة الفتحة كلها في نفس واحد؟ ليس من السنة أبدا. العالمين فيها مد، الرحيم فيها مد، مالك يوم الدين فيها مد، تمد وتسكت. عند التسليم بعد التسليم الناس لما بتيجي تسلم بيعمل بايده كده يعمل بايده كده. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد اقواما يفعلون ذلك قال ما لهؤلاء الناس يشيرون بايديهم كانها اذناب خيل. ما تعملش بايدك كده السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله كده، تحط ايدك كده. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، لا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، ما تهزش ده بقى كده بلاش، لا بلاش اصلا مفيش اسمها السلام عليكم ورحمه الله، السلام لا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، ما تهزش دماغك لتحت بلاش اصلا. و بعض الناس لازم يسلم بعد الـ بعد الـ بعد الـ على على جاره يمينا ويسارا بعد الصلاه، بلاش ولا اصلا تخصيص ختم الصلاه بالسلام بلاش ولا اصلا. بعض الناس يقول له جاره حرما جمعا ليس له اصل، كلمه حرم وجمع ليس له اصل. زي بالظبط لما الامام المؤذن يقول لا اله الا الله تروح الناس قايله حقا وعدل وصدقا وعدلا لا اله الا، ملاش اصل ملاش اصل. وزي ما في دعاء القنوت كما قلنا سابقا بعض الناس لا يعز من وليت ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، يقول اشهد اعلم تبركت ربنا وتعاليت، يا الله لك الشكر على ما قضيت، يا الله، كل هذا ليس له اصل. كلمة يا الله، كلمة أعلم، كلمة أشهد، كل هذه الكلمات نحن ابتدعناها وليس لها أصل. ليس لك أن تقول إلا آمين فقط. ليس لك أن تقول إلا آمين فقط. وزي ما قلنا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. فكل هذه بدع، كل هذه بدع. وسجدة بعد كل صلاة، مش اسمها سجدة بعد كل صلاة. بعض الناس بعد ما تنتهي الصلاة سجد. الشيعة عليهم الله ما استحقوا وضعوا حديثا مجزوما عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن سجده بعد كل صلاه، وليس لها اصل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجدش في حياته كلها الا 3 4 5 مرات. سجود الشكر يعني يفعل عند تجدد نعمه او زوال نقمه. يعني واحد مستني خبر ابنه نجح في الامتحان وكسب مبلغ كبير من المال او ربنا نجاه من مصيبه، ساعتها تسجد سجده شكر، لكن مش بعد كل صلاه ولا كل يوم ولا كلام فارغ الناس تعمله ده. قولوا قولي هذا، استغفر الله، توشك عليك اشرف شكرا، اسالكم جدوس سعدون عشان تقولوا قولي هذا، استغفر الله.